بدأ الفنان أحمد عيد تصوير مسلسله الرمضاني ألف سلامة، ومن المقرر أن يستمر تصويره حتى منتصف رمضان. المسلسل يناقش في إطار كوميدي العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وهو من إخراج حسام نبوي. آخر أعمال عيد كان فيلم حظ سعيد مع مي كساب وأحمد صفوت وضياء المرغني، وكان من إخراج طارق عبد المعطي. إنه ومين هو؟ أنا سعيد. إنه سياحة. إنه سعيد باشا. ما تنساش إن حضرتك يعني يا باشا بتقبض مرتبك مني. جريء. أبط. مثقف. البرجوازية والبرولو والبرولو. ابن عيلة. طب اتلحلح انت بس يا اخويا كده وشوف لنا مكنة نتلم فيها. مكنة؟ ده لو ما أجرك بساعة من جامعة الدول مش هتقولي كلمة مكنة ده يا سماح. بس قافل يا قليل الأدب يعني.